تعمل على القمة في مبنى رائع لحظات، لأنه الذي الآن في الموقف تحصى فيه القمة العربية. الهجوم دائما يعني ما شاء الله المباني أفضل من الرؤساء والوزراء في بلادنا، واضح وفي قسم عربي حقيقي الحمد لله. يعني شيء يعني شوية يعني هندسة معمارية يعني ناجحة نستطيع نرفع رأسنا بها. هذا المبنى يمكن يا زها حديد صممته أو نورمان فوستر، شايفين على شكل بحص. المحيط العربي هو الأهم، لا يمكن الظهار عضوي بشكل عضوي على روسيا ولا على إيران، وفي نفس الوقت لا يمكن أن نأمن أو نصدق أن ترامب أو نتنياهو يعني مهموم بأطفال السوريين في دوما أو مطشرين. أيوة المهمين مهندسين المعماريين يستفيدوا من هذا المبنى شكله فيما يتعلق بالسوري، يعني بعيدا عن ما يمكن أن يسفر يعني عنه عن أننا نؤيد نستعملوا راينو ودراس هوبر، برنامج راينو ودراس هوبر تعودنا عليها على أمر الواقع على رائع يعني جدا. الجانب الفعلي، الجانب الفعلي للأسف لا يوجد حتى هذه اللحظة، ما لم تحدث معجزة ففي خلاف عربي حقيقي يمنع تشكل أو بلورة موقف عربي حقيقي فيما يتعلق بالأزمة السورية. كيف يمكن أن نخرج من هذا المأزق؟ هذا هو السؤال الذي يفترض أن يجيب عليه حكام اليوم في القمة. طبعا لأنه السيسي وبشارون عملاء لروسيا. أعود إليك ضيفي من المملكة العربية السعودية وإيران اليامي، برأيك هذا الموضوع السوري والعراق طبعا رئيس العراق رئيس وزراء العراق ردود الفعل على الضربات الأمريكية الفرنسية البريطانية، بعض من الاختلافات كما أشار إليها أستاذ عماد الدين، والبعض حتى يركز ويريد التركيز على مسألة استخدام السلاح الكيماوي من الأساس، برأيك هذا كيف سيتم التطرق إليه وكيف لا تخليت الإيرانيين والروس يسووا سلاح كيماوي وباركته بعائلة الأسد؟ يعني في الحقيقة يعني صار كل 50 سنة وأربعين سنة سامحين عائلة الأسد تذبح الشعب السوري. أنتوا ساعدتوا بشارون وأبيه بالسلاح الكيماوي. ما شاء الله مبنى رائع شايفين من فوق من الطائرة الهليكوبتر. النقطة هي أن يعني الحالة رجع ورجعنا المبنى من فوق والأمنية الدولية يعني لا تنفصل في تأثيراتها على الحالات الإقليمية. بمعنى أن ما يحدث في العالم يعني مرجح ومرجح بدرجة كبيرة أن ينعكس على أقاليم معينة ومنها أقليمنا لحيويته وأهميته جغرافيا وجيوستراتيجيا، هذه نقطة واحد. الشيء الآخر أن أقليمنا يشهد مجموعة لك ورزونا المبنى حاجة تحكم أو تقروا، خلينا نورجي العالم يستفيد العالم من شكل المبنى. هو بحاجة إلى الدعم الإقليمي والخارجي، ولكن المحيط الخارجي والإقليمي هو لا يقدم دعما بل يقدم صراعا أو يعيش حالة من الصراع، لذلك الذي ينعكس على الوضع هو انعكاس حالة صراعية. ما هو البطانة طبعا حكام الزبالة، البطانة الفاسدة، البطانة اللي مليئة بالرشاوي، البطانة هي المجرمة، البطانة أسوأ الحكام. الله منظر رائع من فوق. في الحالة العربية أن الاختلاف ليس فقط اللهم انفع المسلمين من هذا المبنى وبارك لنا فيها. مبنى جميل جدا يعني لو تتبعناها هناك خلاف الله يحوله إلى جامعة. لحظة عم أسجل أنا. هناك خلاف من بعض القضايا أستاذ سالم. أستاذ سالم أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أنت وضيفنا من القاهرة أستاذ عماد الدين. إذا ما زلنا في متابعة مباشرة على سكاي.